مبارك وهو اليوم الدولي للشجرة. نحن متواجدون في بلدية عزازقة. هذا المكان تم تحديده أو ما أخذه كمثال على عملية غرس ما يزيد عن 2000 شجرة في هذا اليوم المبارك. الشجرة كما يعلم الكل باللي هي لقومون دو لافي، هي الحياة، هي جزء من الحياة الإنسان، وبالتالي احنا ملزمين باش نحافظوا على الشجرة. هذا ميساج والله رسالة نبعثها كل الشعوب العالم وخاصة الشعب الجزائري، أتحدث باسم الشعب الجزائري ولأبناء الجزائر لشباب الجزائر لشابات الجزائر، أن نحافظ على غاباتنا، أن نحافظ على الشجرة مهما كانت الشجرة مهما كان نوعها فهي ذات فائدة. وبالتالي احنا رانا متواجدين في هذا المكان اللي راح نغرسوا فيه ما يقارب 500 شجرة، وهذه من أجل حماية بلادنا، حماية الثروة الغابية، إضافة أنه الشجرة تقوم على تثبيت التراب من اللي قليس مو دي تيرا كم بوي ونفاصل اللي زيطة الإيطالية هذو اللي رام بوين كان اللي قليس مو سي بابيك الاربر وكري انستابيليتي في الأراضي اللي تعرف انزلاق. احنا الشجرة قلنا هي اللي تعطينا الهواء، اللي تعطينا الأكسجين، اللي تعطينا الحياة اللي فيها موش الإنسان فقط، حتى الحيوانات عندها كذلك نصيبها. فلنحافظ على الشجرة، لنحافظ على الشجرة خاصة من حرائق الغابات، ونتألموا ونتأسفوا على الحرائق اللي عاشتها ولاية تيزي وزو وباقي ولاية وكثير من الولايات اللي تعرف فيها الغابات، اللي عندها غابات اللي حقيقة وين خسرنا آلاف الهكتارات يصعب تعويضها، ولكن بالإرادة تاع كل شعبنا الجزائر أنه نجموا نعوضوا هذه الغابات هذه ونعاودوا نغرسوا، وإن شاء الله نكونوا يد في يد باش نحافظوا على الشجرة ونحافظوا على غاباتنا. الغابة هي متنزه، الغابة هي الهواء، هي الأكسجين، هي الحياة، لأنه كاين حتى أشجار غابية اللي تكون قوت للحيوان وحتى الإنسان يستفاد فيها. كاين كذلك في الغابة كثير من اللي بلونت اللي يصلحوا للأعشاب اللي تكون فيها أعشاب طبية، أنه هذه تكون لا تكون إلا في الغابات. وبالتالي لنحافظ على غاباتنا، لنحافظ على الشجرة، ونقول بارك الله في كل إنسان ساهم في الحفاظ على الشجرة والله قام بغرس الشجرة. أنا أتمنى الشعب الجزائري كل على من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، أنا كل واحد يغرس يقوم بلفتة أمر بسيط جدا، يغرس ولو شجرة قدام داره والله إن شاء الله حتى في أنفه قدام طاقته. هذه هي اللي بغيت نقولها، لنحافظ على غاباتنا، لنحافظ على بلادنا، لنحافظ على الجزائر. الجزائر أولا، الجزائر أخيرا. شكرا للجميع.